الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. تحدثنا في الحلقة الماضية عن قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. في هذه الحلقة نبدأ حديثنا بآية كريمة تبين لنا بأسلوب مؤثر، بأسلوب بليغ، تبين لنا ثواب من هاجر من مكان إلى مكان ولكنه لم يصل إلى المكان الذي يريده، توفي بالطريق، هل يأخذ ثواب المهاجرين الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وعاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نسمعه في هذه الآية التي هي نفتتح بها حديثنا في هذه الحلقة. ماذا قال الله تعالى؟ قال: ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رجلا من المسلمين عندما استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآيات السابقة على هذه الآية، هذا الرجل اسمه جندب ابن ضمرة، وكان قد تجاوز 100 سنة من عمره، سنه أكثر من إيه؟ من 100 سنة. استمع إلى الآيات التي سبق أن ذكرناها، وهي قوله تعالى كما قلنا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا إيه؟ مستضعفين في الأرض. وقلنا إن سنه كم سنة؟ تزيد عن 100. لما استمع إلى هذه الآيات جمع بعض أولاده وقال لهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد هاجروا إلى إيه؟ إلى المدينة. جمع أولاده وقال لهم:
والله لا أبيت بمكة في هذه الليلة، أنا لست من المستضعفين، أنا لست من المستضعفين، احملوني احملوني، لا بد أن أهاجر، فأنا لست من المستضعفين. حاول أولاده أقاربه وقالوا له أنت بلغ بك السن كذا وأنت لا تستطيع الهجرة، والله سبحانه وتعالى هو القائل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فقال أبدا أنا لست من المستضعفين، وفعلا ركب ناقته وتوجه من مكة إلى إيه؟ إلى المدينة. وفي الطريق بين مكة والمدينة أحس بدنو أجله، أحس بأن روحه على وشك أن تفارق إيه؟ جسده. فنزل عن ناقته، وقد وردت روايات في سبب نزول هذه الآية الكريمة، منها ما أخرجه الإمام ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها نزلت في جندب ابن ضمرة، وكان قد بلغه وهو بمكة، بلغه قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآيات اللي هي قبل هذه الآية. فقال لأولاده احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لأهتدي إلى الطريق، أعرف الطريق من مكة إلى إيه؟ إلى المدينة، وإني لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة المنورة، وكان شيخا كبيرا قد جاوز 100 سنة، فمات بالتنعيم، يعني موضع قريب من ايه؟ من مكة. ولما أدركه الموت، لما أحس بدنو أجله ولما أدركه الموت، أخذ يصفق بيده اليمنى على يده اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى وأخذ يقول اللهم هذه لك، وضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال اللهم هذه لك، وضع يده اليسرى على وقال وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايع عليه رسوله، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم فارق الحياة. ولما بلغ خبر موته الصحابة في المدينة، أن جندب ابن ضمرة هم يعرفوه وهم يعرفونه أنه في الطريق توفي، وقال ما قال، قال بعض المسلمين في المدينة ليته وصل إلى المدينة حتى يأخذ ثواب إيه؟ المهاجرين، ليته وصل إلى المدينة ولم يمت بإيه؟ بالطريق بين مكة وبين المدينة، ليته وصل إلى المدينة ليأخذ ثواب المهاجرين، فنزلت هذه الآية إيه؟ الكريمة. ومن يهاجر في سبيل الله، يعني من يخرج من بيته مهاجرا من أجل إعلاء إيه؟ كلمة الله، ومن أجل أن يبحث عن رزقه أو يبحث عن حقه أو يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى، يجد في الأرض مراغما، يجد في الأرض ما يرغم به عدوه من رزق واسع، أدي معنى يجد في الأرض إيه؟ مراغما، يعني يجد في أرض الله الواسعة ما يرغم أنف إيه؟ أعدائه، وما يجد الرزق الذي يجعله لا يحتاج إلى مين؟ إلى أعدائه، يجد في الأرض مراغما كثيرا رزقا واسعا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وهو في الطريق
قبل أن يصل إلى المكان الذي يريده فقد وقع. شوف انظروا التعبير بواقع يا أخوانا، فقد وقع أجره على الله. معنى وقع أجره على الله يعني فقد ثبت ثبوتا قاطعا أجره على من؟ على خالقه عز وجل. فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. طبعا أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة أن الأعمال بإيه؟ بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، وأن من ينوي الخير ومن ينوي إيه؟ الخير ولو لم يعمله يعطيه الله سبحانه وتعالى ببركة نيته أجر إيه؟ العاملين. هب بأنك أنت جالس في بيتك ثم سمعت صراخا في مكان بينك وبين بيتك مثلا 100 متر، سمعت من ينادي أنقذوني أيها الناس، فأنت خرجت من بيتك مسرعا لكي تنقذ إيه؟ هذا الإنسان. عندما وصلت إلى هذا الإنسان مثلا وجدته بأنه قد قضى حياته، أو وجدته مثلا بأنه قد استطاع أن ينتصر على مين؟ على عدوه مثلا، يبقى لك الأجر أو ليس لك الأجر؟ لك الأجر، لأن الأعمال بإيه؟ بالنيات. خرجت من بيتك لأي عمل من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ووصلت إلى ذلك المكان الذي تريد أن تخدم دينك فيه، تخدم غيرك، تقدم منفعة، ولكنك وجدت هذا المكان مغلق مثلا، يكافئك الله على نيتك أو لا؟ يكافئك، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. لكن من خرج من بيته ليعتدي على غيره ولكنه لم يجد هذا الغير، لم يجد هذا الغير، وصل إلى المكان الذي يريد أن يعتدي فيه على مال غيره أو على حرمته أو على كذا، لكنه لم يستطع إيه؟ أن ينفذ ما يريده. طب له عليه الوزر أو ليس عليه الوزر؟ عليه الوزر، مش كده برضه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فسيدنا جندب ابن ضمرة الذي بلغ من الكبر عتيا وركب دابته وفي الطريق وفاه أجله قبل أن يصل إلى المدينة ودفن بين مكة والمدينة، أعطاه الله الأجر أو لم يعطه؟ أعطاه، بدليل قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني مهاجرا إلى لنصرة دين الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وقع أجره على الله، يعني فقد ثبت أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.